مساء الخير، حلقة جديدة من مرايا الام تي في. شعارها: علينا أن نصنع قدرنا لا أن نتركه يصنعنا، لأن قيمة الأشياء تساوي ما نضع فيها من نفوسنا. دار حولها الكثير من الجدل، وطرح حولها الكثير من التساؤلات، ربما لأنها احتلت حيزا كبيرا في مجتمعنا ولعبت دورا رئيسيا قلما لعبته سيدة من سيداتنا. كان الحلم معها لا حد له في غياب الأحلام المسموحة، ومعها كانت أعذب الأيام وأمرها، تحاول دائما خرق الجدار للإطلاع على المستقبل، تواكبه وتبنيه وتشعر بكثافة كأنه واقع حي، تعيش في الماضي والحاضر، تثيرها الذكرى وتكره استحالة العودة إليها، كلها حنين إلى الجذور وطوق إلى تحقيق الذات. لها عالمها الخاص الذي يبدأ حيث ينتهي عالم الآخرين. تنظر إلى عالم الخراب بعينين خضروين ملؤهما الأمل والربيع والحياة. عنيدة في مواقفها، لا تنتقل بسهولة من الظلال إلى الشمس أو بالعكس. تتأمل الانحدار كالفاجعة، ويؤلمها أن يطرحنا الزمن جانباً، وأكثر ما تستفضعه هو ما يذكرها بأننا كنا شيئا ولم نعد، وما يخيفها أكثر أننا لن نكون شيئا، أو على الأقل لن نكون على قياس الزمن. ميرنا البستيني، ابنة المرحوم إيميل البستيني، رجل السياسة والمال والشهرة ووريثة أمبراطورية أعمال تجاوزت حدودها الشرق الأوسط، أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وكان لبنان في كل أعمالها حاضرا لا يفارق قلبها وعقلها، فهي أول سيدة دخلت المجلس النيابي اللبناني، وحملت على كتفيها إرثا ثقيلا كلفها الكثير من الجهد والسهر للحفاظ عليه وتنميته. وإلى السياسة والأعمال دخلت السياحة والفن، وصار لها في فندق البستان كل عام مهرجان. هذا الفندق العزيز على قلب والدها احترق خلال الحرب الأليمة، واحترق قلبها معه، ولكنه كطائر الفينيق نهض على يديها وعاد أفضل مما كان. وقد شهد العام الفائت المهرجان الثالث، ويشهد هذا العام مهرجانه الرابع، ووراء كل ذلك امرأة فولاذية لا يعرف اليأس إليها سبيلا. ميرنا البستيني تشعر أن الحوار بين اللبنانيين لم ينقطع يوما، وهو الحقيقة الوحيدة الثابتة، وهو وحده مصدر القوة والغذاء اليومي للبنان، فهي تركز على حرارة الفعل وتعطي معنى ورمزا للأمكنة والأوقات، لأنها تؤمن أن الشعور الوطني حي لا يموت، وخلاصنا في شعورنا في داخلنا. لا تستطيع أن تخلط بين السياسة والحقيقة، فهما خطان متوازيان لا يلتقيان. تكره الحرب وصراع الجماعات والكلام في موضع الفعل، ترفع وطنها إلى فوق وتسجد له وتنصت إليه بخشوع. ميرنا البستيني عنوان عريض من عناوين السياسة والأعمال والثقافة والفن في المجتمع اللبناني. تكره الأضواء الإعلامية الكاشفة وتفضل العمل بصمت وهدوء، فهي تشعر أنها تبني لبنان وطنا محاذيا للوطن الحقيقي، لا تلوث فيه ولا فراغ، تزينه بجمال منها وتغطيه كطفل في سرير. سيدي ميرنا البستيني، مساء الخير، أنا برحب فيك، بيسعدني نلتقي فيك الليلة ببرنامج مرايا. فندق البستين قريبا رح يطفي 30 شمعة من عمره، يعني بال 97 فندق البستين رح يصير عمره 30 سنة. هل 30 سنة بالضبط كيف مرقوا؟ هل مرقوا بسرعة على غفلة؟ هل اليوم أنت حاسة بعبئهم؟ هل حاسة بتقلهم؟ تعرف اللي عمره 30 سنة بيكون شاب. بس مزبوط، هو فندق البستان بي بلش عمره بسنة 62، وقبل كان فيش أوتيل هونيك اسمه الجراند أوتيل، كان حلو كتير، كان بي يروح يغازل أمي بهالأوتيل، كانت أمي مصيفة ببيت ماري
وهو كان يجي ويروح يرقصوا بالجراند اوتيل، وكان يحب الجراند اوتيل كثير. فلما انعرض على البيع حب يشتري، بس حب الاول يتركه مثل ما هو، ولكن ما قدر. بعتقد انه كان في اشياء هندسيه اللي جبرته لسوء الحظ انه يهد الاوتيل القديم اللي كان حلو ويعمر اوتيل بستان. ولكن هو توفى كمان وما كان خلص العمار، وقف العمار فيه. حتى امي بسنة 65 اخذت شجاعتها كلها وقررت انه بدها تخلص هالمشروع الاوتيل، واشتغلت عليه سنتين وفتتح بعد حرب حزيران 67 بعتقد بكانون الاول. مثل ما سبق وذكرت ببداية الحلقة بمستهل الحلقة وبالمقدمة تبعي انه ميادة البستين هي سيدة فولاذية. ما بتعرف شو يعني اليأس، يعني كلمة اليأس مش موجودة بالقاموس عندها، لكن إلى جانب هالاندفاع وهالحزم وهالإرادة، شو اللي خليك أو دفعك لترميم هالأوتيل، هالأوتيل الجميل يلي متواجد على تلة من تلات بيت مري؟ شو اللي دفعك لإعادة ترميمه؟ حقيقة أنا لما بعثوا لي صور الأوتيل محروق كتير ضايقت، بس قطعت الأمل، كنت مقاطعة الأمل، خلص. ولكن جيت على لبنان وفت على مكتب بيت والدي، وأنا ما بحياتي قعدت على كرسته بمكتبته، ثقبت قعدت على الكرسي، طلعت بالواجهة في شباك قدام كرسته، وطلعت بالشباك بنص الشباك في أوتيل بستان مبين، هو مكتبه بالصيفي وبنص الشباك مبين أوتيل بستان. قلت أنا هالرجال حرام كان عم يطلع على هالأوتيل وبده يبنيه وصار فيه هالشي، حرام انه ينكب، حرام انه ينعطى لناس ما بتقدر قيمته. وطلعت لفوق وشفت المنظر اللي بتشوفه من هالاوتيل، كمان قلت حرام، وقررت وقتها انه لازم نرجع نسويه. يعني هي نسويه احلى من مكان، هي قيمته معنويه اكثر ما تكون هي قيمه ماديه. لبنان جميل، بلد جميل، واللي هلا اللي عم بيصير انه الناس يمكن ما بتعرف قديش هو جميل، قديش هو كان جميل. كان جميل. وانا هيدي نقطة من لبنان، نقطة من لبنان اللي هي حلوة كتير. قلت انا اذا انا بصلح هالنقطة بركي غيري بصلح غير نقط، بتواصل النقط بيرجع لبنان جميل ان شاء الله. ميادة البستاني كنا تكوني داخلة هيك لأوتيل البستين، لهالفندق الجميل، شو هي أهم الذكريات اللي بتستعيديها؟ حقيقة بتذكر لبنان مثل ما كان. كيف كان لبنان؟ كان أولاً كان كبير بنظرته، ما كان يقشع على الأشياء صغيرة. بعدين كان يعني هادم الثقافات العديدة. هلأ بتوصل على أوتيل بستان بتلاقي في أشياء لبنانية، في أشياء شرقية، في أشياء غربية، بس كلها داخلة ببعضها يعني. صاب فيه يعني كان ملتقى الحضارات. ملتقى الحضارات مؤكد. وبتذكر اول ما افتتحنا الاوتيل اجا 2 تليان ضيوف على الاوتيل، فانا حكيتهم بالتلياني، بعرف كلمتين تلياني. نقزوا هني انه حدا من لبنان سالوني بدهم يسبحوا بالبركه، سالوني المي نظيفه؟ قلت لهم فيكم تشربوها. فطلعوا هيك انا عم يرجعوا الاجانب بيجوا على لبنان، يعني يمكن مش سواح كانوا جايين مشان شغل، ولكن ضيوفنا على كل حال لو جايين مشان شغل. كيف قلت لها بالتلياني؟ نسيت هلا. بين ميرنا البستاني ولدها المرحوم امين بستاني كان في، ما نحن نقول قصه حب، اكثر من قصه حب، هي يمكن قصه اعجاب وتقدير وولع فوق العاده. حضرتك كنت بنته الوحيده وطبعا بنته المدلله، وصعب الانسان يحكي هو عن والده او عن اهله اذا كانوا اهل مميزين، لكن امين البستاني كان شخصيه عامه كل الناس بتعرفه، وصفحات حياته هي صفحات شبه مفتوحة. اليوم في جيل بكامله ما بيعرف أمين البستاني، بيعرف فقط أنه رجل عصامي كون نفسه بنفسه ووصل بمرحلة وارتقى إلى أعلى القمم. شو فيك تخبرينا بكل موضوعية هيك وإيجاز عن أمين البستاني؟ شوف، ترك تلاميذ لإله كتير، الناس اشتغلوا معه بشركته، أولادهم بيحكوا فيه حتى لو ما عرفوه. هو أكتر شيء بعتقد والدي كان
كبير القلب وكبير الضحكة ونظره ودي لكبير ولبعيد. لبعيد يقشع لبعيد. هو بلش بالأول بدرس الفلك، كان هو مستلم الأوبسيرفاتوار تبع الجامعة الأمريكية وكان وعمل التاز تبعيته على النقط اللي بالشمس. مأكد لو كان عايش اليوم كان بيكون يعني عم بيدرس كيف طريقة انه يوصل يطلع على هذه الطيارة اللي بتطلع على القمر. مأكد لانه كان كتير كتير يحب كل شيء برات العالم. كان يقول لي مثلا بتطلعي على الشمس، الشمس عم بتغيب، الشمس نحن عم نمرق حوالي الشمس، مش هي الشمس عم بتغيب. من انا وصغيرة يعني كان يحكيني بالنجوم والشمس والقمر والفلك. بقى الشغل كان يعمله على الارض كان يلاقيه انه مش هالقد مهم، لانه العالم كبير وواسع ونحن صغار 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 قدام العالم. بقى كانت هيدي يمكن نظرته للحياه اللي كانت تخليه يكون شوي غير شكل على العالم. وكان دائما يضحك وكان قريب من الناس وناس تحبه، وكان يقعد على الرصيف ياكل منقوشه ويحب يوقف ياكل ترمس. بقى بعتقد انه كان حقيقه كبير لانه كان يعرف كيف يكون صغير. من طفل لافت حاز على انتباه الاساتذه بالمدرسه الى تلميذ تفوق بالجامعه الامريكيه لاحقا الى الولايات المتحده حيث درس ونال إجازات متعددة وعديدة. كيف قدر إميل بستاني يبني هالأمبراطورية الكبيرة؟ هو ما حط بباله بده يبني أمبراطورية، هو بده يشتغل بس، لأنه هو كان يعرف الفقر. لما كان بالجامعة حتى يدرس بالجامعة كان يخدم على السفرة بمطعم فيصل اللي هو بوجه الجامعة. ولما كان بأمريكا ما كان عنده مصاري إنه يدفع الجامعة، حتى عرفوا في ناس قرايبه ما بيعرفوه بس سمعوا فيه، سمعوا انه في تلميذ لامع بام اي تي بس ما راح يقدر يدفع مهيته، ودفعوا عنه بالسر. وضل هو مستنظر انه هلا راح يشحطوه لانه ما قدر دفع الجامعه. حتى بالاخير ما عاد في حمله راسه، راح عند المحاسبه بالجامعه قال لهم انا ما دفعت القسط. قالوا لهم بلا مدفوع القسط. حتى لقى بعدين انه في ناس من قرايبينه ساكنين ببوسطن او حد بوسطن، حدا خبرهم عنه ودفعوا عنه بدون ما يقولوا له، مشان هيك قدر يكفى جامعته بام اي تي، والسنتين عملهم بسنه حتى يوفر، حتى ما يدفع سنتين، حتى ما يدفعوا عنه سنتين. واول شيء عمل لما بلش يشتغل رجع المصاري اللي دفعوا عنه مشان الجامعه. وكان يخبرني انه كانوا يمشوا حد المطاعم، يروحوا مطلع ما بيطلع الهواء تبع المطعم برا شروق الهواء، يروحوا يصيروا يشموا انه قولك هذه ريحه، شو ريحه لحمه، ريحه فاصوليا، فروج، ريحه فروج. وهن كانوا ياكلوا اكل العلب. بقى هو لما رجع بده يشتغل واشتغل نجح. ما كان هو عم بفتش على المال، عم بفتش على النجاح. هلا يمكن المال من مقاييس النجاح بس مش هيدا النجاح، وكان يعرف هالشيء هو. إميل بستاني طبعا كان ظاهره لبنان اليوم بيفتقدها. إميل بستاني وقت غياب الوالد، هالغياب كيف انعكس عليكي؟ كان كارثه، وقعت على راسي. بس بعدين قوي انتبهت انه مش كارثه لإلي بس، كارثه من كثير من الناس اللي كانوا معلقين فيه. بالاخير صرت انا عم بدهم طولوا بالكم على بالكم عم بوسيون. بس حقيقه كارثه، شو بدي اقول الواحد. بس عمل بحياته القصيره، عمل اكثر بكثير من غيره وبعده عايش معنا. هلا صار له تقريبا 34 سنه متوفي، بنقول مثل المسافر لانه هو كان يسافر كثير وبعدنا بنقول مسافر. بكل هالاشياء وبهالطريق اللي حكينا عنها، طريق هي مكثف اذا فينا نقول، مين البستاني وين كانت من اميل بستاني؟ يعني طبعا كنت قريبه منه مثل ما سبق وقلنا، انت كنت الطفله المدلله لاميل بستاني،
لكن كنت فقط المراقبة، يعني عم بتراقبي فقط هو شو عم يعمل، أم كنت عم بتشاركي هو عم يوضعك بالصورة الأشياء اللي عم يعملها؟ كان وقت ياخذ رأيك يستشيرك؟ ما كان يستشيرني شغلي، ما كان يستشيرني، كنت صغيرة أنا. وعلى كل حال هو عطانا حب كبير، قلب كبير، ولكن ليقول انه مدللة، هيدا الدلال كان انه اعرف انه في شخص بيحبني لدرجة مهولة، يعني لاخر الحياة. ولكن بتذكر انا كنت عايشة الكويت في وقت هو كان عنده شغيلة وعنده اشغال بالكويت، وكان مارق ساعتين بس على المطار، فتحوا له صالون شرف قعد فيه ساعتين، وبعد جاب كل رؤساء الدوائر والموظفين اللي موجودين بالشركة، يعني الرؤساء في 20 واحد، لا يشوفوا بصالون المطار بالكويت، حتى إذا عندهم مشكل يقولوا له شو مشاكلهم، وعنده ساعتين ليحلها. بقى 20 واحد، أنا رحت قعدت معهم، كانوا كلهم رجال، 20 رجال، كل واحد منهم مهندسين، من كبار المهندسين يعني بالشركة، وقعدت أنا بالآخر. بلش هو من مال وصار يسألهم أنت شو مشكلتك، صار يحكي مشكلته، طيب حل لك اياها هيك، ايه يلا خلص انت شو مشكلتك، واحد للثاني عطى 10 دقائق لكل واحد. بعدين وصل لي انا قال لي انت كيفك منيحه؟ قلت له منيحه، خلص راح. بقى كان يعطيني وقت اقل من ما كان يعطي للي بيشتغلوا معه حقيقه، ولكن تكل كان يعطينا اياها اتزني من غير شخص. شو هني اكثر الاشياء اللي انطبعت فيك او بفكرك او بشخصيتك من إميل بستاني أو طبعا إميل بستاني عندك أنت؟ ضحكته. أنا وصغيري كان نايموني بكير، يعني عمري كان 4 سنين، 3 سنين، 5 سنين، 6 سنين، نايموني كتير بكير، هو يجي ملقيس، أوعى أنا على ضحكته، ترج الإزاز لما يضحك، يضحك من كل قلبه. بقى هيدا الأكثر شيء أنا بتذكره منه، ضحكته. هل وردت شيء تضحكي منه؟ يعني بس تعرف من وقت ما راح صعب الضحك، بس مع كل هيدا بضحك أنا كمان، بس مش قده. لما يشوفني انا مش عم بتبسم يقول لي ليش قلبي خلقتك؟ ليش مين عم تضحكي؟ لازم كل الناس كانت حواليه تضحك، مش بس هو بده يضحك، لازم كل الناس اللي حواليه لازم يضحكوا. إميل بستاني اشتهر بتواضعه، كان انسان متواضع جدا، سامبل. هل انت ايضا متواضع؟ بعتقد انه كمان تعلمت منه. ب 15 اذار 63 إميل بستاني قتل بحادث طائره بطريقه الى عمان بالاردن. الحقيقة الأسباب اختلفت وتعددت حول فاعلي هالجريمة اللي سميت جريمة، إذا فينا نقول. مين قتل إميل بستاني؟ الطقس. الطقس كان طقس عاطل 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 جدا، ما بتقدر تصور، نواعي وهواء وشتى. هو كان طاير من هون يروح على الشام، كانت طيارته من الإيس ما طارت لأنه كان طقس عاطل. أخذ طيارته ووصلوا لفوق الجبل، لقوا انه طقس عاطل كثير ما بيقدروا يكفوا، رجع برم اول برمي فوق المطار، ثاني برمي كان الطقس كثير عاطل، الله من فوق اللي اخذه. قيل بوقت من الاوقات حتى لليوم يقال الاستخبارات الامريكيه CIA كانت وراء مقتله، شو صحة هالكلام؟ مش معقول. ليش برايك الجهاز التهم؟ ما عرفت الناس بيتهموا شو ما بدهم، بيحكوا شو ما بدهم. أنا ما بنسى الطقس اللي كان حقيقة. أنا كنت عند الحلاق، كنت عند الحلاق وحاطة كاسك فوق راسي، يعني ما عم بسمع الناس شو عم بتقول، وعم بحكي مع ست حد مني، قلت لها شوفي أنا بيي بالطيارة وشوفي هالطقس. وكان الحلاق فوق لسان الحال، جريدة لسان الحال، وكان طلع الخبر انه وقعت طيارة إميل بستاني، وكلهم عند الحلاق عارفين وما بيعرفوا كيف بدهم يقولوا لي. وانا شايفة هالطقس وهالزواعق وعم بقول لها شوفي بيي بهالطقس بهالطيارة. مين خبرك بعدين؟ بعدين تلفنوا لي من البيت، قالوا لي مطلوبة على التليفون، كل الموجودين عند الحلاق عارفين، طلبوني من البيت مطلوبة على التليفون، قالوا لي في شخص من عائلتي حكاني على التليفون. قال لي ابنك مريض، فضل انك تطلعي على البيت. قلت له ابني ما بوشي، شفته اليوم الصبح ما بوشي، بده يكون طيارة بيي صار له شيء. اجوا بعدين اخذوني. ب 13 اذار من كل سنة شو بتعمل ميرنا البستاني؟
شوف نحن بنفكر بابوي دائما، ماما وانا وبعتقد كل الناس اللي عرفته كانت قريبه منه، وبنخلي انه نهارنا يكون نهار منتج اكثر من غيره. من خلال احاديثه وخطاباته العديده بهذيك الايام، كان اميل بستاني عم بيحارب الفساد والسرقه بالدوله بالوقت اللي كان فيه هو مشروع لرئيس جمهوريه. هل اهل السلطه ام المسؤولين بهذيك الوقت اللي طبعا خافوا على مصالحهم، معقول يكونوا هن كانوا وراء هالحادثه؟ مش ممكن حقيقة. الطيارات العادية ما كانت عم تطير، وهو حرج على الطيارجي تبعه وقال له شو بتخاف؟ أنا ما بدي طيارجي بخاف، يلا قوم. ليش عم بتحاولوا؟ ليه حاولتوا بعد من اليوم تتكتموا على هالحادثة هيدي؟ ليه بعده سر؟ عم خبرك اللي صار، إذا أنت بتلاقيه إنه سر مثل ما بدك تفسر، بس أنا عم خبرك شو اللي صار. مين البستاني ببرنامج مرايا، في عنا صفحة سريعة، بهالصفحة السريعة في عنا أسئلة سريعة أيضا رح أطرحهم عليك، ورح أطلب منك إذا بتسمحي تجاوبي على الأسئلة بكلمة أو بجملة واحدة. هل أنت حاضرة؟ كم عينك. أهم حدث بحياتك؟ يمكن وفاة أبوي. أجمل يوم بحياتك؟ لما أخلق ابني. أتعس يوم بحياتك؟ لما بلشت الحرب بلبنان. أجمل هدية لقيتيها؟ أجمل هدية لقيتها لما ابني أخذ شهادته. أجمل لوحة شفتيها أو بتقطنيها عندك إياها ببيتك؟ بعتقد إيكونة بتكون. حكتك المفضلة؟ فيها تكون بالإنجليزي إذا بدك. أعمل اليوم الذي تقدر أن تعمله الغد. غد. أعمله اليوم. أوكي. ليفر دو شوفي، كتابك المفضل؟ الإنجيل. حكمتك المفضلة مثل ما سبق قلناها، شعارك بالحياة؟ إنه ما في شيء مستحيل. مثالك الأعلى؟ الورد الجوري. حلمك الكبير؟ حلمي الكبير انه يجي سلام على الكل. ان شاء الله. بهالسنه الجديده ان شاء الله. وقفه مع الاعلان، نرجع نتابع لقائنا مع السيد ميرنا البستاني. خليكم معنا بمرايا. عوده الى السيد ميرنا البستاني، ضيفه مرايا لليله. سيد ميرنا البستاني، عند موت الوالد حضرتك دخلتي العالم السياسي ودخلتي مجلس النيابه تحديدا، وكنت بالتالي اول امراه او اول سيده تدخل البرلمان. كيف حصل هالشيء وشو اكسبتك هالتجربه؟ أنعوني وقتها اصدقاء والدي انه ادخل بالمجلس النواب للسنه اللي باقي من المده تبقيت المجلس، مده المجلس. ونعت بعد صعوبة، يعني أنا ما أحب السياسة وما كنت أحب السياسة ولا كان بدي إنه والدي يعمل سياسة. نعت إنه هيدي مشان حقيقة للوالد، لأنه كان هو كثير يحب إنه دور المرأة يكون دور فعال بالمجتمع، وكرامة حقيقة لإله، تكريما لإله وكرامة لكل الأصدقاء اللي إجوا حوالي، أصدقائه لإله إجوا شدوا علي كثير. فقلت لهم بس لآخر مدة المجلس، ما تفتكروا إنه أنا برجع بعدين. ما صدقوني، خمنوا إنه أنا رح أتعود على السياسة. بيقولوا إنه السياسة مرض، واحد ما بيشفى منه، ولكن أنا حبيت إن تكون هالسنة بس سنة مثالية لإلي وتجريبية كمان، وتشجيع لغير نساء حيجوا من وراي، ولكن ما كان بدي إنه أعيش حياة سياسية. ده كانت الفترة اللي قعدتي فيها بالمجلس؟ سنة وشوي، شهرين. كيف تختصريها؟ شو أكسبتك هالتجربة هيدي؟
تعلمت كثير، تعلمت اشياء كثيره، وبذات الوقت كمان صار ما في اتصال بيني وبين التلاميذ وبين المدارس وبين غير نساء عاملات. هل صرتي أقسى؟ أقسى؟ لا لا، ما صرت أقسى، لا، ولكن كمان يعني تأكدت إني أنا ما بحب السياسي، ولا أنا خلقتي لهالعالم هيدا. خلقت لهالعالم هيدا. أول مرة دخلتي المجلس والبرلمان طبعاً كان في عندك خطاب ألقيتيه، صح ولا؟ تذكري شو قلتي بهالخطاب؟ ما بتذكر تمام، بس بعتقد إنه كان محتوى ما بتذكره كثير، بعتقد إنه كان مثل مقدمة. أصدقاء يعني النواب، زملاء النواب، أول شيء بلشتي هيك؟ ما حقيقة ما بتذكر ولا بعرف وين هالخطاب، إذا بده يكون موجود بال كوثر تبع المجلس، بس أنا ما بتذكره كثير. بس عملت خطابات كثيرة من بعد خطاب المجلس، بالمجلس وبرات المجلس، وبتذكر خطابات مثلا عملتها قبل الانتخابات اللي اجت بعد، بمدارس، بجامعات، بحضرات. بتذكر شوية شو كنت أقول، بس كلمة حتى أتذكر بقى. بس كانت فترة حلوة، هي تجربة حلوة. تجربة حلوة، كانت سنة صعبة لإلي أنا، صعبة كتير. لكن دخلت التاريخ من وراها. بس يعني حسيت حالي عم بعمل شيء يمكن مفيد للمجتمع، اللي خفف شوية من وزر المشاكل اللي حصلت كلها من بعد وفاة أبوي، والصعوبة والحزن، بخففت شوية الحزن. طوال سنة ميرنا البستاني عايشت السياسيين وكانت زميلة لهم، كنتوا سوا بنفس المجلس. طبعا اليوم يمكن النواب بيختلفوا عن نواب امبارح، يمكن نواب امبارح كانوا بيمثلوا الشعب أكثر، وكان في عندهم تمثيل للقاعدة الشعبية أكثر، لكن طرق الممارسة بالمجال السياسي بالعمل السياسي ممكن بتختلف، في نفسها بتصب بنفس الخانة. ميرنا البستاني، هالاحتكاك مع النواب ومع السياسيين هل شكل صدمة عندك؟ لا، لأنه كانوا كتير كتير لطفة معي، ساعدوني كتير حقيقة. بس عرفتي عن قرب أو عن كثب، عرفتي كيف كانوا عم يشتغلوا، كيف كانوا عم يفكروا، أو إيش كانوا يعملوا؟ عارف، نحن البيت عنا كان كله سياسي، كانوا يجوا لعنا غالبيتهم، كنت أعرفهم. لكن سياسة أمير بستاني هي مختلفة عن سياسة العديد كتير من السياسيين الآخرين. بس كنت مجتمع معهم، كان في نواب يحترمون كتير ويحكي معهم، كانوا أصدقاء. كانوا كتار؟ يعني كانوا كتار؟ كانوا شلة ما بها شيء. مين كانوا الناس المقربين منه؟ كان في جان عزيز الله يرحمه، فؤاد بطرس، ما بذكر كيف قديش كان سموها الكتلة المستقلة. وهلأ فجأتني شوي بالسؤال بس كان يحبهم ويقدرهم. كميش يعني كميش عمون ما كان نايب وقتها، ما كان نايب، لكن من السياسيين أو الفعاليات المقربة من أمير بستاني. كان أصدقاء كتير بالمجلس، كتير كتير، يعني بعتقد أنه كان عنده أغلبية المجلس معه وقتها، عشان هيك الناس تقول أنه ممكن كان صار الجمهورية، لأنه كان أغلبية المجلس معه، وحقيقة كانوا لطفة معي لدرجة. كيف كانت الأجواء بالمجلس؟ أجواء مريحة. كان في صدامات؟ مش قوية كتير. مش مثل اليوم؟ لا، كان في حقيقة كان مجلس لذيذ. كان صبري حمادي، رئيس صبري حمادي كان رئيس، بعدين صار كامل أسعد رئيس، وكان رئيس رشيد كرامي كان رئيس الوزارة، وكانوا عملنا كلهم لطفة، يعني كل شيء بدهم انه يساعدوني وهونوا لي مهمتي. هني السياسيين كلهم لطفة باخر شيء، مؤكد السياسي بيعرف كيف يستعمل اللطف في دبلوماسية، ما في شك. البلد كان مقرب جدا من رئيس كمية شمعون، هل حفظتي شخصيا على نفس الخط؟ يعني كان النهج الشمعون اذا فينا نسميه، كان بيعبي لك طموحاتك، يعني كان بيرضيكي، او مثلا لزوم كنت بتفضلي نهج الكتله او نهج الشهابه؟ او انا بتعرف ما بحب الاحزاب كثير، قلت لك ما بحب السياسه، ما بدخل بهيك مواضيع. بعرف انه طريقه ابوي للسياسه كانت طريقه عمل، وكان هو يحب كثير ينتفع من مثلا البرلمان البريطاني اللي هي ام البرلمانات،
بس ويقول انه يحب الحياة البرلمانية والجو البرلماني ويحب الديمقراطية كتير ويحب الحقيقة، ما يحب انه حدا يحكي سياسة ويقول اشياء ما مضبوطة. بقى هو طريقته للسياسة كانت غير عن السياسة العادية، يمكن ما كان سياسي منيح، كان رجل أعمال وكان يعني كان عنده مشاريع للبنان كبيرة كتير، كان بده لبنان يصير جنة ويصير مثل ناس تلحق لبنان وكل البلاد العربية تلحق لبنان. كان عنده نظرة يعني عربية عامة لكل البلاد العربية، ولبنان تقريبا كعاصمة البلاد العربية كبدك. بقى كان طريقته غير شكل عن الغير، وأنا معودة على طريقته ما كنت له. جاوبتي على سؤال. اليوم رح ننسى أنه ميرنا البستاني كانت نيبة نهار من الأيام، رح ننسى أنها هي بنت أمير البستاني، هي مواطنة عادية، وبالأخير كل لبناني وكل مواطن بيحب السياسة وبيهتم بالسياسة، واللبناني إنسان ناقد بينتقد، أوقات بينتقد بشكل سلبي بشكل إيجابي، أوقات بيكون على خطأ أوقات بيكون على صواب. بس بعرف أنا بعرف إنه ميرنا البستاني هي إنسان كتير موضوعية. اليوم الأجواء السائدة والجو العام السياسي المسيطر على البلد، كيف بتشوفيه؟ أنا نحن هلا بسنة 97 مش هيك؟ شو بتفضل أنت، سنة 97 ياما 87؟ يعني بتخيل كل 87 و 97 كل واحدة فئة لحسناتها وفي فئة ل 87 كنا بسيئتها. بالحرب صح، بس بالحرب حتى يعني بالحرب كيف عندك أشياء منيحة. شو ما كان أحسن من الحرب، شو ما كان أحسن من الحرب. فكر، وأنا كل ما بجي، أنا بسافر كتير وكل ما بجي على لبنان بلاقي لبنان تحسن. هلا ما في حدا كامل، ما في شيء كامل بالدنيا، بس ما بقدر انكر وماني وحده اني اقول هالشيء هذا. حتى الاجانب اللي بيجوا على لبنان مره كل 3 اشهر كل 6 اشهر بيجوا بيقولوا كثير كثير عم تحسن البلد. ما كان عندنا كهرباء، صار عندنا كهرباء، بعد ما عندنا مي. غريب، في ناس بتسمعني وقت بيكونوا عم يحكوا بيقولوا يا محلى ايام الحرب. ليش برايك؟ بتعرف ليش؟ مش شخص او اثنين او ثلاثه، اشخاص عديدين. لانه هيدي بسموها المشاكل اللي بعد الحرب، لابريغير بالفرنسي بيقولوا. هيدي عندها غير جنس مشاكل، لانه بالحرب واحد بشو عم بفكر؟ عم بفكر بالاشياء الاساسيه، بس اساسيات، انه يعيش اولا، انه يعيش، انه ياكل، انه يعيش اولاده، انه يحمي اولاده، الاساسيات. الاساسيات هيدي بالحرب كانت كل الناس عارفه شو الاساسيات. هلا بشوف ناس عم يتخانقوا على اشياء بتفهم على طعمه، رجعون على الاساسيات. فالناس اللي بيقولوا بايام الحرب كان احسن، لانه بايام الحرب كان الاساسيات المهمه، يعني درجه الاساسيات هذه كانت مهمه عند الناس، كانت موجوده مرتبه مزبوط. اهم شيء الصحه، اهم شيء الحياه، اهم شيء الامن. هلا عم يتخانقوا على اشياء تافهه. تافهه. كيف علاقه ميرنا البستاني اليوم باهل السلطه؟ أهل السلطة يعني أهل السلطة مين؟ يعني الحاكمي. أنا أصحاب مع الكل، ما عندي خلافات، ما بدخل بخلافات حد. هل السياسة الممارسة اليوم بالبلد بترضي طموحك؟ طموحي للبنان؟ طموحك الشخصي؟ حقيقة بتعرف إنه أنا لما بكون هون ما بقرأ جريدة، ما لازم حدا يسمعني، خصوصاً صديقي غسان تويني وكل أصدقائي الصحفيين، حقيقة ما بقرأ جريدة. لانه لما بكون هون بكون هالقد مشغوله، ولما بكون برا بقرا جريده لشوف اذا كتب شيء على لبنان. لما انا بنص لبنان ما بقعد بقرا، يعني عم بشتغل وما عم بنتبه شو عم بصير يمين شمال قدامي. كل شيء بعرف اذا قطعوا شجره انا عندي اكبر كارثه قول قيامه، اذا شفت انه قطعوا شجره او بيطلع جنوني اذا شفت انه مثلا منطقه اثريه عم يخربوها او بيت قديم عم بيهدموه. هيدا بيهمني، هيدا بيهمني اكثر شيء. او اذا الهواء بلبنان عم يتلوث، هيدا بيهمني كثير. بس طبعا عندك فكره، عندك فكره بس حتى لو صغيره. ما بعرف ما بعرف. طيب اليوم برايك، اليوم السياسه الممارسه بالبلد هل هي الطريقه الفضلى او المثلى
لمواجهة تحديات القرن الجاي. شوف بيقولوا انه نحن كلنا بنستاهل الحكومة اللي عنا اياها، نحن هيك هذا شعبنا بيستاهل الحكومة اللي عنده اياها. بيمنى البستاني حضرتك مرعتي وتفوقتي بعالم الاموال والمصارف والتعهدات والبناء الى اخره، كيف قدرت تكوني قد الحمل؟ ماني قد الحمل، مين قال لك؟ ابدا ماني قد الحمل. لكن انت انسانه متواضعه مثل بيك، الميزه اختيه منه، فينا نقول يعني فينا ناكد بعدها جواب هيدا. لكن انا بحب اعرف انه كيف قدرتي انت كانسه او كسيده بمقتبل العمر، كيف قدرتي واجهتي الاخرين اللي اكيد اكيد ومن الطبيعي كانوا ناطرينك عم بيراقبوكي مثل الذئاب. شوف احسن شيء بعتقد بالدنيا واحد يتعلم انه الناس اللي حواليه، يحط ناس حواليه اللي هن قلبهم طيب وضميرهم نظيف، هيدي اهم شيء. ثاني شيء واحد انه يروح يستشير، ما بيعرف، مش كل الناس بتقدر تعرف كل شيء، وانا صح. في كثير اشياء ما بعرفها، جربت كل الوقت اني استشير اولا اللي قلبه طيب وضميره منيح والاختصاصي بالموضوع اللي عم استشيره فيه. بعتقد انه هيدي بتسهل. هل واجهتك اوقات مشاكل بكتك؟ ايه مؤكد. لليوم ايضا؟ ايه لليوم. ايام في اشياء او قسيتي مع الوقت؟ لا بعدني ببكي. ميادنا البستاني اليوم انت شبه مستقرة بلندن، صحيح انك بتنقلي بين الولايات المتحدة وباريس وبيروت، لكن بيتك شبه دائم هو بلندن. لا ما عاد. ما عاد بلندن. صلحنا البيت. بس بوقت من الاوقات كنت بلندن. ايه في اوقات. طيب هالعلاقة الوطيدة مع لندن ومع انجلترا وبريطانيا، هل علاقة والدك بالانجليز تأثير عشي؟ أبوي كان عنده أصدقاء كتير بإنجلترا ما في شك، كنا نحن نروح على إنجلترا نزور ولندن. أنا بعتوني على المدرسة قعدت سنة فيها، بقى اللي بيسكن فيها بتعود عليها بيعرفها، ولما كانت الحرب هون ولادي ما بيقدروا يوصلوا على مدرستهم، يعني سأبني الحظ إنه أقدر أنقلهم حتى يكفوا دروسهم، وأخذتهم على لندن وقتها وهيك بقيت شوي، بس هلا رجعت على بيروت. الجمعية البريطانية اللبنانية يلي حضرتك كنت من وراء تأسيسها أو المؤسسين تبعها؟ وحدة من المؤسسين. شو أعطت لبنان؟ شو أعطت لبنان؟ أعطت إنه لبنان صار ينذكر بإنجلترا بالصحف وبالراديو ومع الناس غير الحرب. يعني كنا نشوف على التلفزيون والأخبار والبي بي سي وكل الجرايد كل الكوارث عم تصير بلبنان، ونحن عم ننظم محاضرة أو عم ننظم حفلة موسيقية. يعني جملت صورة لبنان وعكستها يعني بطريقة إيجابية لبرا. مش كل اللبنانية مجرمين، مش كل اللبنانية بيقتلوا وبيخطفوا هيك نقولوا عنا. ميدا البستاني معروف عنك تفرغك شبه تام للأعمال، يعني ميدا البستاني ما بتنام الأربع أو خمس ساعات، أنا هولي معلومين جبتهم ما تسألين من وين، لأنه العمل بالنسبة لها شيء كتير مهم، شيء مقدس. بتوع هي أول وحدة بالأوتيل بتكون الساعة خمسة تحت وإخر وحدة بتنام بالأوتيل. طيب هالعمل الدؤوب هل أفقدك شوي من خصوصيتك؟ الحقيقة أنا عم بهتم بالأوتيل لأنه مثل شيء مات بدك ترجع تعيشه. بس انا ماني دائما بالاوتيل، لما بكون بالاوتيل مؤكد برنامجي مثل ما عم تقول. وبتعرف الحياة الفندق غريبة لانه ما بتوقف، يعني الفبارك بالقليلة بتوقف مرة بالسنة او على راس السنة او بنص الصيف. الاوتيل بيمشي 24 ساعة على 24 ساعة ما بوقف، مثل المستشفى. بس الضيف بالاوتيل مؤكد بيكون بصحته منيحة فقده بيقدر يطلع. مش مثل بالمستشفى، المستشفى بدقوا ابره بينيموه. ان شاء الله يرجع يوعى. وبعدين الناس اللي بيشتغلوا بالاوتيل مثل عائله يعني. وعائله بدك تسهر عليها. وانا بجرب لما بكون هون اني وكون موجود بالاوتيل اني اعطي قد ما فيي. بين اعمالك
في لبنان وبارات لبنان، كيف قدرتي تهتمي بعائلتك الصغيرة بولادك؟ أنا كتير قريبة من أولادي، يعني أولادي بعتقد قريبين مني كمان. وده كانوا صغار؟ كنت ألحقهم وين ما كان، عم مدرستهم على جامعتهم، هلا تجوزوا وعندهم أولاد، الله خليلهم إياهم. وأحلى شيء لإلي يعني لما سألتني شو الهدية الأحسن شيء، يمكن لازم أقول لك عندي ست هدايا. ست أحفاد؟ ست أحفاد. هل في ميرنا صغيرة؟ في ميرنا صغيرة. بحب اذكر هون انه ميرنا البستاني عندها ولدين، عندها صبي جيمي وعندها بنت لورا لحود وجيمي خازن. ميرنا البستاني، هل نجحتي كأم؟ ما بعرف، لازم تسألهم، ما بقدر احكي انا عن حالي. رح توقف. بس اولادي نجحوا ومن نجاحهم انا بستبد الحياه حقيقه. تسمدي قوتك قدام. رح توقف مره ثانيه معنا لين نرجع نتابع لقائنا بالجزء الثالث والاخير من مرايا ليلى مع ضيفتنا السيده ميرنا البستاني. خليكم معنا، منتابع لقائنا بمرايا ليلى مع ضيفتنا السيده ميرنا البستاني. بيت امير البستاني باليرزي كان بيت مفتوح للكل وللجميع. بهالبيت كان يستقبل الاصدقاء المقربين، كان يستقبل شخصيات اجنبيه معروفه، كان يخبرهم عن لبنان، يحكي لهم عن لبنان ويعرفهم عن لبنان. يعني كان كثير حب الناس. ليش ميرنا البستاني تختلف عن والدها وبعيدة شوي عن الناس؟ يعني عندها عالمها الخاص. هيدي فكرتك عني. هيدي فكرتك، ما بعرف ليش جايبها. يمكن لأنه ما شفتني هون كتير. بس ما بعتقد إني أنا بعيدة عن الناس. أكيد في احتكاك بحياتك اليومية مع الناس، طالما عملك هو مع الناس ومع الآخرين. لكن في عندك عالم خاص فيك. شوف، منيح اللي بي ما إجي صبي، لأنه كانوا بضلوا بشبهوا فيه. أنا بنت و يعني المرأة عندها غير دور بالحياة. أنا وكمان مش ممكن حدا يكون غير والدي، يعني كان شي فوق العادة، مش دايما بيجي ناس هيك فوق العادة. حقيقة هو كان على طول عنده ضيوف من العالم كله، في يعني كان حاطط 70 سيارة ياخذوا ضيوفه، يبرمهم بالشرق، ياخذهم بطياراته ويبرمهم على البلاد العربيه. طيب انا ما فيني اعمل هيك، ولا حدا في يعمل هالشيء. كل واحد عنده دوره بالحياه وعنده طريقته وعنده شخصيته. انا ما بحب اتقلد والدي، اذا عندي شيء منه بكون وراثي، بس ما بحياتي حبيت اقلده لانه ما بقدر اقلده. والتقليد تقليد ما بيكون طبيعي، مزيف بيكون. هالصداقات يلي بناها امير البستاني، هل حافظتي عليها؟ جربت مأكد اني الاصدقاء هني حافظوا علي حقيقه، مش انا حافظت عليهم. مين اقدم صديق واوفى صديق للوالد بعده لهلا على قيد الحياه وانت على صله مباشره فيه؟ كثير، غسان تويني منهم، نديم المشقيه منهم، في منهم مش موجودين معنا. بس محمد حسين هيكل كمان. محمد هيكل. مهرجان البستان مصلو هلأ شابيت أو فصل هالمهرجان، هالفكرة حضرتك صغتيها ونفذتيها وترجمتيها وأدخلتيها على مجتمعنا اللبناني. لكن هالمجتمع يلي المهرجان دخل عليه كان شريحة معدودة من اللبنانيين، ليش؟ شوف، صالة البستان بتسع 450 شخص، وعنا 30 حفلة كل مهرجان، بقى ما ممكن تستوعب البلد كله. هيك يمكن تلاقي تعمل سهرة واحدة يجي عليها كل اللي بيجوا على مهرجان البستان بسهرة واحدة. بقى ما بعرف ليش بتقول انه شريحة من الشعب. انا قصدي بشريحة انه النخبة. نخبة لمين موجهين انتو؟ للنخبة؟ انت قررت انها نخبة. على كل حال بيجينا طفالة وبيجينا تلاميذ، بيجينا كبار بالعمر، بيجينا متوسط العمر، بيجينا رجال، بيجينا نساء، بيجينا من كل البلد. بقى بعتقد انه اذا كانت شريحة هي شريحة مثل الموزايك فيها من جميع الوان البلد، بيجوا بيحضروا هالمهرجان وهالحفلات. هل هالمهرجان عملتي او الهدف، او مش الهدف، يمكن هدف غير المنظور من ورائه، يمكن تهذيب او ثقل اذواق اللبنانيين او اذواق الناس؟ يعني اليوم انا بعرف انه اليوم بلبنان الناس بشكل عام عندهم ميل الموسيقى
الايقاعيه للاغاني التجاريه. يعني ما فينا اليوم نشوف او صعب انك تشوفي انسان او مثل اي انسان قاعد اليوم بحي الله صالي عم يستمع على الاوبرا او على موسيقى كلاسيكيه، كونسير موسيقى كلاسيكيه. ومن ناحيه ثانيه فيك اليوم تشوفي لبناني قاعد بالصاله عم يستمتع بسهره او بامسيه مثلا شكسبيريان بلاي، بس هي لشكسبير. ما في شيء بيمنع الثاني، ما في شيء بيمنع الثاني. هل هدفك انت كانه الذوق اللبناني يتحسن يصير من نعليه شوي؟ ليك نرفعه؟ انا تعرفت بسنه 92 على دكتور وليد غلميه، ما كنت اعرفه، اوائل السنه تعرفت عليه. واندهشت انه في كونسرفاتوار، انا فكرت كونسرفاتوار احترق ومات وما عاد في حق كونسرفاتوار. واندهشت لما قال لي انه عنده 1200 تلميذ، كان وقتها بسنه 92، هلا بعتقد انه صار اربع مرات قده. قلت انا اللبنانيين بحبوا الموسيقى، كل عمرهم بحبوا الموسيقى، صح. وفي كونسرفاتوار في 1200 تلميذ، فخلينا نعطي نجيب على البلد يعني احسن الفنانين بالموسيقى. اكثر شيء انا عندي كان موسيقى، شكسبير جاء بعدين والرقص جاء بعدين، بس الموسيقى اكثر شيء. يعني مهرجان هو مهرجان الموسيقى والفنون. وتشجعت حقيقة من اشياء كثير شفتها بلبنان، انه خليني اعمل هالمهرجان لانه بيعبي فراغ، كان في فراغ وقتها. ولقيت كمان انه في لبنانيين كثير مش قادرين يسافروا ليروحوا يتسمعوا على احسن فنانين، على احسن موسيقى. انا بجيب لهم الموسيقى لهون، بسهل لهم امورهم حتى يقدروا يعني يكون عندهم هالفرصه انه يتسمعوا على موسيقى حلوه، وموسيقى ويتعرفوا على فنانين، احسن فنانين العالم. مشان هيك انعمل المهرجان. والدكتور وليد هو نائب رئيس لجنه المهرجان، وبيساعدني كثير حقيقه. وبعتقد انه كمان بينبسط كثير لما الفنانين ناخذهم على الكونسرفاتوار وبيتقابلوا مع التلاميذ الكونسرفاتوار وبيعطوهم دروس كمان مجانا. ويعني انا في كثير ناس بيسالوني انه هيدي عم تعمليها لنخبه. انا ما عم بعملها لنخبه، مين ما كان بيقدر يجي. بس هو المهرجان، الحفلات والفنانين اللي عم ننقيهم هن نخبه الفنانين العالم اللي عم نجيبهم لهم. هذا اللي بدنا اياه نحن اخر شيء. من مين بتتالف هاللجنه؟ او مين هن اعضاء لجنه مهرجانات بستان؟ قلت لك دكتور وليد والشيخ فؤاد الخازن ومدام مي منسا، دكتور نوريس معلوف وغسان مخيبر ونبيل خير الله والماتر انطوان هاشم وبنتي لورا وكنتي كارول الخازن. طيب شو افضل سنه مرقت على المهرجان برايك انت؟ افضل سنه؟ افضل سنه. كل سنه افضل من اللي قبلها. خلينا نحكي هلا عن مهرجان السنه. نحن معودين انه كل سنه بمهرجان البستان في عندنا عنوان عريض او تام. شو تام السنه؟ عنوان عريض النمسا، فيينا بالاخص. فيينا تعرف، ما بعرف اذا بتتذكر انت، مش من عمرك يمكن، فيلم مع اسمهان اسمه غرام وانتقام، في غنية على ليالي الانس في فيينا. غنية بنعرفها. غنية بنعرفها. بقى فيينا الناس بنزور عليها انه مدينة فيها انس وفيها موسيقى. بقى جايبين فيينا نحن على بيروت، على بيت مري بالاخص. من شو بيتألف البرنامج السنة؟ برنامج فيه موسيقى كتير، موسيقى نمساوية، في منها فالس كمان، اشياء بحبوها الناس، في باليه كمان، وفي مسرحية لشكسبير. نحن كل سنة مندخل مسرحية لشكسبير لأنه شكسبير قليل ما يعني يعملوا له مسرحيات بلبنان. هي طبعا مسرحيه انجليزيه، مسرحيه انجليزيه بالانجليزي، تفوت شوي دم انجليزي. وهذه بتساعد كثير التلاميذ لانه شكسبير موجود على برنامج البكالوريا اللبنانيه. وتلاميذ البكالوريا كثير كثير بيحبوا يجوا
ويتسمعوا على المسرحيات اللي منجيبها. والمسرحية جايبينها هالسنة Midsummer Night's Dream، يعني حلم نص الصيف. بنص الصيف تعرف Summer Night Dreams؟ Midsummer Night's Dream. Midsummer Night's Dream. نص الصيف، حلم نص الصيف، نص الصيف القمر يبقى عالي والشجر يبقى كله أخضر وبيصير إشياء بنهار اللي هو نص الصيف، بليلة نص الصيف، غريبة عجيبة، مهضوم كتير. وليش نقينا المسرحية؟ لأنه كانت مسرحية مفضلة لسيسي. سيسي هي الأمبراطورية النمسا الحلوة كتير، يلي جسدت دورة رميش نادار بفيلم سيسي الإمبراطريس. سيسي بقى كانت هيدي مسرحية شكسبير المفضلة لإلها، منشان هيك رأيناها السنة بموضوع النمسا وفيينا. وانت بتعرف انه العلم اللبناني، انا بقول بندايرة، العلم اللبناني احمر ابيض احمر، والعلم النمساوي احمر ابيض احمر. وبيقولوا الناس انه لانه أنري فرعون هو اللي كان عنده يد يعني برسم العلم اللبناني مع صائب بيكسلام كمان ومع غيره، عنده هو كان جدي مدري جذوري جذود نمساوية، جذور نمساوية، ويمكن أثرت عليه هذه أو هو أثر إنه نقوا ذات الألوان الأحمر أبيض أحمر. نحن في أرضي والنمسا فيها أو أرضي أو فيها العلم الإمبراطور بنص الأبيض. يمكن كان في عنده قصة حب مع حدا من النمسا، بعتقد إنه كان عنده جذور نمساوية. الحفلات السنة عدد قديش؟ 30 حفلة ممتدة على؟ على 5 جمعة، يعني في كل جمعة 6 حفلة. 6 حفلات، ايه؟ في ماتيني؟ في ماتيني، في ماتيني كمان. بدنا نحكي بالتفصيل شوي، المهرجان رح يبتدي أي متى؟ ب 19 شباط وبيخلص ب 23 أدار. أدار؟ ونحن دايما بنلاقي اللبنانيين، فنانين لبنانيين مشهورين بالعالم، بندخلهم بالمهرجان. مثل مين السنة؟ في السنة أبو كيوم جيان. اللي هو لبناني دارس بالكونسيرفاتوار واخذ اول جايزه بيتهوفن بفيينا، ولقيناه بفيينا ودعيناه انه يجي وبيدق بيانو، عازف بيانو. وفي نسيم معلوف اللي بدق الفلوت ترومبيت مع ابنه الصغير ابراهيم. نسيم معلوف جاي من باريس وساكن باريس نسيم، وهذا هو البرنامج. هيدا هدول اللبنانيين اثنين. الامسيات بتبتدي اي ساعه؟ الساعة 8:30 على الضبط. انت بتعرف انه مسكر البواب 8:30، اللي بتأخر بينطر برضه. لكن لقائنا رح يكون بمهرجان البستان قريبا ب 26 شباط 19 شباط. عم ننسى 19 شباط كل يوم الساعة 8 بفندق البستان. اكيد هي الحفلات مفتوحة للجميع، مين ما كان في يجي من جميع مناطق بلبنان، من جميع الفئات. اهلا وسهلا فيكم. مهرجان البستان الرابع للسنة الرابعة بهالفندق الحلو. ومدام بالسنة طبعا هي رح تكون هنيك طوال المهرجان، لأنه لازم تكون هنيك حتى كل الفرق الأجانب اللي رح يجوا من برا. بختام اللقاء، هل عندك شي دعوة بتحبي توجهيها، أو شي كلمة أو شي رسالة للناس اللي عم يشوفونا هلا؟ بتحبي تقولون شي عن المهرجان، تقولون شي عن الوطن، تبينون شي بالسنة الجديدة؟ ما بعرف، الكلام لإلك. يعني المهرجان بيجي عليه السنة جاي عليه 130 فنان، وكل سنة تقريبا نجيب بين 100 و110 فنانين. بيجوا من بلاد الغريبة إذا بدك، بيجوا على لبنان، بتعرفوا على بلد، منجرب إنه ناخدهم ونفرجيهم على بلدنا ونفرجيهم إيه حلو. وبيتعرفوا كمان على الجمهور، وكتير بيحبوا الجمهور اللبناني، وكلهم بيقولوا لي إنه الجمهور اللبناني في حرارة كتير، وبيحسوا إنه الجمهور قريب لإلهم كمان. بقى أنا بحيي الجمهور اللبناني وأهلا وسهلا فيه، وشكرا لهالمقابلة. يعني جبتني لهوني من بعد صعوبة صعبت لك إياها يعني، بس بشكرك كتير. أنا بشكرك، رح سلم عليكي. شكرا لمجيئك معنا. وبحب لك شغلة صغيرة، إنه مثل سبق قلتي أول برنامج إنه فندق البستان أو لبنان هو ملتقى الحضارات، أنت هالشي عم تثبتي هوني بانك عم تجيبي ناس وفرق من بلاد غريبه، بلاد السند والهند وجميع الاماكن والمطارح، عم تثبتي انه لبنان كمان هو مختصر او ملتقى الحضارات من وين ما كان. نحن نشكرك.
لكل شيء عم تعمليه للبنان هون وبرات لبنان، من البستاني ترفع اسم لبنان وين ما كانت. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا، شكرا لمرافقتكم لنا بهالامسيه، امسيه مرايا اللي كانت طبعا مميزه. انا بشكر فريق العمل ايضا اللي ساعدنا على تنفيذ واخراج هذه الحلقه، ونلتقي بالاسبوع اللي جاي.